جات النهارده جايبين لكم مكبر الشاشه الاف 2 ومكبر الشاشه اللي هو 12 بوصه. هنجرب لكم الاثنين وتشوفوا الفرق بينهم. هنشوف دلوقتي الفرق بين الاثنين. النهارده يا معلم مش هنطلبكم المدار التطبيقات، ومش هنطلبكم منتجات حلوه كتير باذن الله، واي منتج مش موجود عندنا او مش موجود من السوق ابعتوا لنا الصوره بتاعت المنتج واحنا نجيبه. زي ما انتم شايفين كده ده الاف 2 وده المكبر الثاني. زي ما انتم شايفين فرق الصورة، وده اللي هو الاف 2 وهنجيب لكم برضه مكبرات تاني نوريها لكم ان شاء الله، وممكن برضه في نفس الفيديو ده نشرح لكم الفي ار، النضارة الفي ار. كده احنا خلصنا المكبرات، دي النضارة الفي ار، هنفتح مع بعضينا دلوقتي كده ونشوفها. هي دي النضارة الفي ار وبنركب دي كده. عايزين تسألوا على اي منتج ابعتوا لنا في التعليقات وهنجاوب بعدين. دي بتتفتح كده حط جواها الموبايل، شغل فيلم 3D زي كده، طاق كده وبنتفرج كده، وديت بتاع ضبطة العين. شكرا.